الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أسأل بأنني أعاني من كرهي لزوجتي، علما بأني متزوج ولدي 4 أطفال، ولكن قد بدأ الكره منذ 3 سنوات واستحكم منذ عام أو يزيد، وحيث أنني لا أرغب أن أجامع زوجتي منذ عام، ولا أرغب في الجلوس كثيرا بالمنزل إلا للنوم أو أكل وجبة، مع أني أتجرعها بطعم المرارة، وذلك لكثرة التفكير في الصلاة عن حالي وحياتي الزوجية. ولقد نصحني من استشرته أن أقرأ، ولقد فعلت منذ عام تقريبا ولكن لم يتغير شيء. سؤالي: أنني أرغب أن أتزوج، لعل وعسى أن يذهب الذي بي، هل تنصحونني بتطليق زوجتي أو لا، علما بأنني لا أقدر أن أعفها؟ هذا يدل على أن هذا شيء حادث بينك وبين زوجتك، وهذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه حسد، يعني عين أصابتك، أو أنه سحر عمل لك. على كل حال عليك بالصبر وعدم الاستعجال، لعل الله أن يزيله عنك. وأيضا عليك بالذكر وتلاوة القرآن وطلب الرقية ممن تثق منهم أن يرقوك بالرقية الشرعية، لعل الله أن يذهب هذا عنك. والزواج بأخرى بثانية أو بثالثة أو برابعة هذا مباح لك، ما في مانع، تزوج والحمد لله، لا في مانع، بس لا تظلم. إذا تزوجت اعدل بين الزوجات، أعطي كل زوجة حقها من المبيت والسكنة والكسوة والنفقة، عليك بالعدل بين الزوجات فيما تستطيع العدل فيه، وهو هذه الأمور: النفقة، الكسوة، السكنة، المبيت عنده. وأما الجماع هذا ما هو بيك، ما تستطيع العدل في الجماع، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته وقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهو الحب والميل، هذا بيد الله سبحانه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في الحب والميل. بينما قال في أول السورة: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. المراد بالعدل في أول السورة العدل المستطاع، وهو النفقة والسكنة والكسوة والمبيت، والعدل المنفي في آخر السورة هو الذي لا يستطيعه الإنسان، وهو الحب، الميل في القلب، وكذلك الميل في المتعة ما يستطيعه الإنسان، لكن عليه يحاول مهما استطاع أنه يعدل بين نسائه فيه. والله جل وعلا لا يؤاخذه على شيء لا يستطيعه، نعم، لكن لا يحيف مع الأخرى، لا يحيف معها بنفقة أو بكسوة أو بسكنة أو بمبيت، بل يعدل بينهن في ذلك، نعم.